تجي لعندك بنت فجأة. مين أنتي؟ أنا بنت أختك، اسمي جوليدا. غريب، بس هاد الشيء اللي صار بالضبط. شو أخبار أختي؟ خسرناها يا خالتي. أنتي وخالي كنتوا آخر كلامها. بقدر أني ضمك خالتي؟ تعالي. شو عم تعملي؟ أنت شو عم تعملي؟ جوليدا، جوليدا شو عم تعملي؟ جوليدا أنا عمري ما عملت شي سيء لأي حدا. بترجاكي افتحي الباب، أنا بلشت دوخ. قليلي لو سمحتي، ممكن افتح الباب. جوليدا لو سمحتي افتحي لي الباب. أكتر ترجيني أكتر من هيك. جوليدا لو سمحتي رجيني كمان. بترجاكي افتحي لي الباب، أنا عم دوخ. رجيني مثل ما ترجتكن أمي من زمان. جوليدا أخيراً قدرت أنتقم لأمي من كل حدا ظلمها. الأكل جاهز يا حبيبة قلبي. هوليا وينك؟ فرهاد قال إنه الأكل جاهز بس ما لقيته بالصالون، رح ناكل هون؟ لا، نحن حضرنا الطاولة بالحديقة، الجو حلو برا. ليش عم تضحكي؟ شو عم يصير؟ في شي؟ منيح انه ما صار لي شيء مثل ما تخيلتي من قبل. فرهاد صدقني انا قلت هالحكي بس من خوفي عليك. الحق معك، القصة مو سهلة. طبيعي ما فيني امحي الماضي بلحظة، بس يمكن فيني اتوقع المستقبل. طبعا ما بنعرف شو مخبيت لنا الحياة، بس الانسان بيقدر يرسم مستقبله ومن حقه يحلم، ما يرمي كل شيء على القدر. مشان هيك انا بدي اوعدك وعد بخصوص سعادتك، بخصوص عائلتنا، بخصوص مستقبل حلو لابننا.
بضحي بكل شي كرمال سعادتكم. يعني بدك ياني ابكي؟ ايه ابكي، ايه بس بدي اياكي تبكي من الفرح، تبكي مشان مستقبلنا، ابكي لانه رح نحب بعض عن جديد. انا مو سبق وسألتك اذا بدك تتزوجيني وانتي قلتي ايه؟ وقتها ما كان فيك تهربي بنوب، بس من وقتها غيرتي حياتي، كنتي دوا لكل جراحي، عملتي مني رجال. فرهاد الحقيقي، الخاتم يلي لبسناه قبل كنتي حاسستي حبس، وانا حاسه عذاب ضمير. بس الوضع هلا اختلف، القصة تغيرت. بتقبلي تتزوجيني؟ انتي بتحبيني؟ ايه اكيد. البسي هاد. وانا عم اقول لحالي وين راح الخاتم؟ واضح انه تبدل بخاتم جديد. شو ما تحرك لسه؟ يعني برأيك إنه كل ما قله تحرك بيتحرك؟ مستحيل يصير هيك فرهاد. عن جد ما عم بقدر أتخيل بشو بتحسي بهالفترة. صحيح القصة طبيعية، بس إحساس إنه يكون في شي عم يتحرك جواتك غريب، ما هيك؟ إيه غريب. بالعادة بيقولوا إنه الولد بيتحرك بعد الأكل، وخاصة إذا الأم أكلت حلويات. ابني كتير مزوق بأكله. هلأ المهم بدي تفهمني، كيف حضرت كل هالشي خلال ساعة واحدة بس؟ أنا كمان عندي أساليبي وبعرف رتب مفاجآت حلوة، صح؟ وطبعاً هوليا ما قصرت أبداً، طبخت معي. عم تحكي جد؟ الأسلحة والمطبخ بعاد عن بعض ومستحيل يجتمعوا سوا، بس الطبخ ظريف. أصلاً نحن ما بقى نقرب على الأسلحة، بس بحياتي كلها ما توقعت أنه أنت بتعرف تطبخ أكل طيب مثل هاد. طعنته بتاخد العقل وشكله كمان. هاد من ذوقك فرهاد بيك. انت فكرت شي مرة انه تفتح مطعم كبير وتقدم فيه وجباتك؟ من زمان فكرنا نفتتح محل بيقدم وجبات فطور. يعني فيك تقولي انه كان حلم، يعني كان في تجربة صغيرة وقت اجيتي معي، جيت متذكرة ما هي؟ معقول انسى هيك شغلة؟ تبهي للشاي دكتورة وخلي لونه غامق. اخ منك انت. وبصراحة من فترة عم فكر بمحل ظريف يكون فيه زرع وشجر وهوايات حلوة. بالعادة الناس بيحبوا يتعشوا بمطاعم فخمة وكلها تريات وإضاءة. إيه بس يمكن هالشي يكون عبارة عن مظاهر ومو حقيقي، بس بالنسبة لوجبة الفطور ما بيقدر الإنسان يكذب، وخاصة إذا الأكلات تازة، يعني بندورة وبيض من مزرعة قريبة. كل الأكلات تازة وبجودة منيحة. عن جد؟ إيه لشو ما عم تبدأ بالخطوة؟ ما صار الوقت؟ خلي القصة حلم أحلى. لك شي حياتي، شوف حالتنا هاي، نين عنيدين قاعدين على طاولة واحدة، عم ناكل ونتسلى ونضحك. يعني عن جد مستحيل اللي شاف بداية علاقتنا يتوقع نوصل لهون بالآخر. قصة مثل الخيال، بس هاد بيثبت إنه كل شي ممكن. قدرنا إنه نفتح صفحة جديدة، صفحة بيضة منمليها مثل ما بدنا، ولهيك مو مستحيل نفتح مطعم لقلنا. إذا أنت عجبك الموضوع رح نفذه. أوف كتير عجبني. طبخك طيب ماشي، خلينا نرجع للبداية فرهاد. أصلاً أنت كيف خطر عبالك عرض الزواج؟ يعني عادي الموضوع، الرجال بيتعرف على المرأة وبيقرر يحط خاتم بإيده لأنه اعتبرها توأم روحه. توأم روحه؟ تماماً، وبيكون كل حلمه أنه يقضي بقية عمره معها. ببساطة بيعمل مثلي وبيجيب له خاتم حلو،
أنا عملت مثل ما بيعملوا بقية الناس يا أصلي. إيه وهالشي حلو كتير. حلو طبعا، بس لسه ما خلص، لازم نشتري فستان عرس. عم تحكي جد فرهاد؟ طبعا رح أعمل لك عرس بالمحل يلي بتختاري. عرس؟ إيه ليش لا؟ أوه إيه ماشي، بس برأيي عشاء عائلي صغير بيكون شي كتير مناسب. ليك في عندي شرط واحد، إنه تلبس طقم رسمي. البس طقم رسمي؟ أنت العريس شو بدك تلبس يعني؟ طقم سبور عادي؟ أنا ما فيني ألبس طقم وحط بابيون وأطلع قدام الناس يا أصلي. أنا ما بفهم، لأنه من وقت ما حطيت هالخاتم بإصبعي المفروض تعمل مثل ما أنا بقلك.